أنا لا أنساك فلسطين، ويشد يشد بي البعد. الوطن البديل مشروع متعدد الأوجه والمحطات الزمنية، وبيعني تهجير الفلسطينيين إلى غير رجعة. واحد من أخطر المؤامرات بحق الشعب الفلسطيني، وإعادة طرحه بهالتوقيت بيكشف نوايا خبيثة وخطيرة. بعد اجتياح بيروت بصيف 1982 وخروج المقاتلين الفلسطينيين، أعلنت إسرائيل لأول مرة بشكل علني هالمشروع من قبل أرييل شارون، وكان بيدعي الفلسطينيين لإقامة دولتهم فوق الأرض الأردنية بعودة واضحة للتصور القديم القائم على إنشاء دولة فلسطين شرق نهر الأردن. هيدا منه المشروع الوحيد، وكانت غزة الهدف الدائم لإسرائيل للتخلص من وجودها، ومحاولة تسويق وطن بديل بسيناء أو النقب من العام 1948. ولكن بعد احتلال القطاع بالعام 1967 اتضحت خطط التهجير، ومنعت إسرائيل 42 ألف من سكان غزة من العودة بحجة تجاوز فترة الإقامة بالخارج. الخطط توالت بالعام 1970 مع شارون لنقل مئات العائلات وألقاهم بمناطق مثل سيناء والعريش، وبالعام 2000 مع مشروع جورا آيلاند القائم على تبادل أراضي مع مصر. الأمر نفسه تكرر بصفقة القرن، واليوم بعد طوفان الأقصى، ولكن بشكل أخطر، مع وضع سكان غزة أمام خيارين: الموت أو الرحيل.